يلا على السلامة. على السلامة، مرحبا بك. أحلى برنامج القفة. مرحبا يا هاني. ونصوروا. مرحبا. ودلوني عليه. مرحبا يا ميم. ندخل للا. مرحبا يا عايز. مرحبا بك. أهلا وسهلا. قل شنو هي وضعيتك؟ لا الحمد لله أنا راجلي كان يخدم لاباس، زيك توصل بالمرض خايف. عندي زوز مرضى. تو توفى؟ عندي 3 شهور. تو جيت الحكاية. عندي زوز صغيرات كل جمعة زيتين في الدم. عندي ولدي مركب بروتيز. دورو فين اخو في 200 الف خلالي تاعك شريك اهو ما نجمش لا نخدم معناها 200 الف تعمليهم في الدم الكل تصب بهم في الدم تعمل بهم في البروتيز كل جمعة ولدي لا في باب سعد مركب 5 مساسك ولدي الاخر كل جمعة بالواحد الكبير بوصفير في الكبد يا لطيف يا لطيف كي تلموا الكل مع بعضهم كل جمعة زي في الدم يا لطيف يا لطيف يا لطيف كل جمعة الحمد لله عليها مو عاملين الحمد لله عاني في وليداتي عندي 19 سنه نس كلها تعرف حالتي مشي راجل خلي لك حمل كبير على ظهرك ايش كيلي وش يهز شو صغاري هنا مش واحد من الاثنين زوز صوري انا ولدي بيع في الخضره باش يوكل الكبير خرج الزوز من القرايه ما يقروش هذا يملي عامين وهو ولدي واللي ولد عام هم يزيدوا طبعا 18 سنة واحنا نزيدوا فيهم هكايا في الدم ونزيدوا فيهم يتعبوا لي برشا يدخوا لي في كل شيء الحمد لله الدار فرغت والحمل الكبر كبر عليا برشا والدار فرغت اللي كان شيء نمشي انا ولدي الكبير بستة دم ستة دم ايه نهار السبت يزم يزيد ولدي الاخر المرض نتاعه كلالو مخروق قلت له بلاش مخروقه ولدي ما عندوش مخروقه كيما الصغار ما عندوش مخروقه كيما الصغار كيما كلالو مخروقته كيما نجم ياكلو كتف كيفاش بالمرض هكا شنو المرض هذا سامحني فقر الدم نادر دريبانو طلاسيمي ولادي زوز المخروقه هذه من هنا لهنا العمليه عملها كيما نجم ياكلو كتف الزوز بتدريش ما تفقيش بيه كيفاش باش ياكل معناها راجل متوفي ربي يرحمه وصغار لطفي يا ربي خوتي ربي يفضلهم لك وربي ربي قويك وربي اش تحبني نقول لك اش تحبني نقول لك انا في وضعية صحت بقى عندك ما تحكي شنو باش تقول وبلي باش تبرها المرأة وبلي باش تحكي معاها وبلي باش تقول ما يحس الجمرك اللي يعفس عليها في الاخر بالكل ما طالبة من ربي شيء امنيتي نلقى شكون ينقذ لي ولادي امنيتي حياتي شوف ولادي تحت وانا ولدي صغير ما يعرفش يكتب حتى اسمه ما يعرفش يقرا ما طالبة شيء راهي القفة توفى راهي الدنيا كلها توفى امنيتي حياتي امنيتي نشوف ولادي كما الصغار امنيتي يلعبوا يجروا يتمتعوا انا ولادي ما يلعبوش سبور انا ولادي كنشوف الصغار لبسه حوايج الكاراتيه ما يلبسوش كما الصغار انا ولادي محرومين من برشا حاجات من برشا حاجات برشا حاجات انا نهار اللي نمشي نزيدو من الدم نسخنو في كرشي انا نتعبو وما يتعبو ما زبر قيمة تعلم بحالتهم والطب الكل تعلم اي اي بارد يزم تجبديه وتحطيه هكايا تسخني باش ولادي يزيدوه اصلا ولدي الكبير تعقد يزم كي يزيد في بيت واحده ما يحبش يزيد قدام الناس ما يحبش كلمه مسكين ما يحبش نشوف في القشر تفضل يا انا في عندي كل دوين ولادي تفضل يا ذي كلها يا ذي كل دوين يزرقوا في كروشهم ولادي كل يوم يزرقوا يا ذي كل يزرقوا مش عامل في دويتك مش عامل في دويت انا ذي ناخذ فيه مسكين والدواء اللي بيه الفايده انا ما عنديش كارني الكلام خطرني انا عندي كارني يعني كارني ابيض يعني الكارن الحرام باش اللي باش يعاونوني بها يعني فهمتي الحكه بمليون واش بيقول شنو الحال اليوم انت شنو الحال انت شنو طالبته طالبه شكون ينقذ لي وليداتي شو نحكي لك تعطيني نداء لشكون نداء سيد الوالي تلفت لي شويه تلفت لولادي يعمل لي حل لولادي يعمل لهم رخصه يعمل لهم شهريه راهي 200 الف مش باش تعيشني راهي مش باش تعيشني بزوز صغار راني ما نجمش نخدم راه ولا في مقدوري باش نطلع نخدم راني ما نقولش لا راني حتى في دار نخدم راني حتى في فلاحه نخدم اما عمل لي حل شكون باش يزيدهم الدم شكون باش يقيم لي بهم يا هانا راني نحب نخدم انا على روحي راهي 200 الف مانيش من مانيش راني ما نحبش نشكي راني انا عارف جيراني ما نشكيش
ما نحبش نحبيبي مسكر عليا ناكل اللي كاتب من ربي نوكلهم اللي كاتب من ربي. يا سيد الموت ما دراني جيتك يا سيد الولي راني عملت مطلب ومشيت لك عملوا لي حل في صغاري راهم زوز صغار راني ماينه راهو جيت براسي انا ما نتكلمش راني انا فرحانه اليوم كي التلفزه جاتني خليني نتكلم راهو البوت توفى راهو راجل الاسره مشى شكون باش يقيم لي بهم انا مكسبني 200 الف اذوكم هما انا مشيت لهم مشيت للمرج قلت لهم اعملوا لي حل يعملوا لي شعرين واحد من ولادي يعملوا لهم رقص وبعد ما نطلب حتى انسان حتى انسان رم كل يوم يا هالي يستعملوا في زوز زرار ولادي كروشة ممشت سقام ممشت دام ممشت يزمهم ماكلة خاصة يزمهم شي يقعدوا للشر يزمهم شي يزمهم الحم يزمهم كبدة يزمهم انا موفرة بالجهد اللي عطاه لي ربي بالجهد اللي قدرني بيه المولى. صراحة احنا عنا ساك في الكرف جيبوا لي الكل معاناة تحكي لي فيها المرأة شتيكلو في رمضان شكون عاونكم شكون اكلكم شكون العباد جبتن القذف العباد جبتلكم القذف ناس الخير جبتن تلازيت لهم شتاك تلازيت باش نمديت تلازيت لهم شتكرم تلازيت اللي ما كنتش انا نمديت للناس ما كنتش نستنى عطر انسان باش يجيب لي اسمع نقول لك حاجه ما عرف هو ما تقولش الكلام هذا تعرف علاش احنا فما مثل يقول لك مولا التاج يحتاج الحمد لله مولا التاج يحتاج امني تحيا ما فماش واحد اليوم يا ربي من صوتكم انتوما يا ربي ما طالبة حتى شيء راهي الماكلة توفى راهي الفلوس توفى يا ربي انقذ لي ولادي هكا هاو سامحني ايش اسمك انت حنان حنان ايش نقول فما ناس بعثونا هذوما قضية على الاقل تعاملك شوية تذكر بدون زيت فما راجل جابوا القناة قال اعطيوه للناس اللي تمشي لهم هذيا مكتوب امنة من جنيف نيديا بعث زوز ملايين و600 انا راني يعني الحاجه اللي تنجم تقلقني في الدنيا هي المرض انا نجم نطفي الضوء على كل شيء نجم نعمل عين شافت وعين ما شافتش على برشا حاجات في الدنيا كان المرض القليل يقف سيء خاطر اكثر حاجه تنجم تقلق وتقسم الضرر هي المرض وكل واحد بصحته يخدم واحد في صحته يهد جبي يخدم واحد في صحته يلقط حتى التراب كما قلت انت اما كي تبدا الصحه ما فماش والسند نتاع الدار مشي ربي هزم تاعو تولي الاشكاليه مشكله والمراه ما تنجمش تتحرك المراه ما تنجمش تخرج من الدار صغارها ستة دم معناها تنجم في اي لحظه تولي تحيدوخ معناها تنجم في اي لحظه اللطف يا ربي تصير ماساه الله لا يقدر ربي اللطف عليهم وربي يفضلهم باهي لهذا امنة ولا نادية من جنيف باعتها زوز ملايين و600 لالا يرحم والدها ويكثر خير ربي الناس اللي تسرع على فلوسها الناس اللي تسرع على فلوسها راهي عندنا فليجة هاك راهي ساق من الفليج راهي عندنا فليجة هاك فيها الفلوس مخلطي اللي جاونا في اول رمضان اللي جاونا تويك اللي جاونا اليوم مخلطين مع بعضهم معناها ما نجموش نفرزو راهو معناها مش واحد يعمل لي تليفون انا متغشش ما ريتش فلوسي تو تعديت يا صديقي راهو فلوسك ما نحطوش فيها في جيبنا راهو فلوسك ماشي في ديارنا راهو فلوسك مش احنا قاعدين ناكلو منها راهي فلوسك ماشي للناس اللي تستحقها اما الفلوس مخلطه مع بعضها اصبر صبر حل عينيك في التلفزه تفرج في التلفزه منك تشوف البلاد شنو صاير فيها منك تشوف العباد شنو تقاسي فيها الدنيا ومنك تشوف امانتك تعديت متفقين يلا هذايا محمد من المرسى بعث 2000 دينار 2000 ستين ألف لفة هذوما 2000 دينار ما كنتش نحلم بها جمت هذوما مال زكاة محمود سميدة 600 ألف هذوما 600 ألف حمولدي يا عسلامة مانيش نصور لك وجهك وراها ساقيك خويا وريني ساقيك مانيش نصور لك وجهك هذا كان مساسك في كرشو هيا عفوا الله غالب لازمنا نوريو دوما مساسك في كرشو اي وهذاك الجلف المنحي في كرشو شنو الجلف المنحي نحي لحمه من كرشو نحي لحمه من كرشو كيف تحط لا وحتى هذيك خاطر هذيك اللي قاعده تمصلو في الدم هذاك اللي كلو في القروش نتاع الساق اللي ما عندوش مخروج في القروش نتاع الساق شنو تتمنى انت شنو تطلب من ربي ربي يشفي احنا اليوم الناس يتفرجوا فينا اليوم تونس كامله تتفرج فيك شنو تطلب انت ربي يشفيك ربي يشفيك معناها تحب الناس الكل تدعي لك مش ربي يشفيك هكا هو وليتي يرجع يمشي اعوج هو ميمشيش بالبدا ميمشيش كيما الصغار ميلزموش يجري بالقوي ميلزموش يركب عالبسكليت ميلزموش يكاولو يا
عندك العاق وقت تريني كيفاش نزيد فيهم في الدم يا هلا. رب يتعبوني رب يتعبوني. انا نشكر الدكتور رالي نشكره برشا برشا خاطر هو اللي عاوني كدا. انا زرق انا وقفها ب 85 دينار باش يدق ولدي في ساقي انا مستوطة ضيا. نشكرك نشكرك على كل حاجة تعملها معايا. نشكرك اللي فرحت ولادي في عيد في كل مناسبة. انا نمشي ناقص ركوب يعطيني ركوب باش ما نروحش انا نبقاش نلتصق بولادي في الكار. انا كي زاد الدم يخرجوا لي تعبين نمشي 6 نتاع الصباح نروح ل 4 نتاع العشية. يتعبوني ولادي. واحد ما يعيش من رحمة ربي ولدي ما تعش على الدنيا ولا راس ولدي اللي تعرف على الدنيا. يا ما كاين وندرى شنيا وندرى شنيا وبعد سبحان الله لا يأس من رحمة الله. اغزل اسمي وديما نقول يا ربي تشفيني يا ربي تشفيني. بعد ما عطيتك قلت لك نزيدك قلت لي ما تزيدنيش. الدواء هذا خديت كل سمح مليون واش الدواء هذا الدواء برك كيفاش تاخذ واش تعمل فيه؟ انا الدواء هذا يا الله يزرار قد استعملوا فيه في كروشهم يعطوه لي على السبيطار. اما انا يلزمني نحكك باش نرطحهم شوي حكه مليون و200. انا مانيش قادره باش نشري خاطر ولادي يدقوا كان في هذايا. اختي عايشه اختي قلت لي خنزيد علاش هذايا يدق هذايا زكيت اي كي من سكره بقيمه 1500 دينار. تحبهم الثلاثة عائلات عندهم ايتام مدام يصلي الكالي تشوفيه مش بتاع ثلاثة عائلات هم قدامك هذايا بتاع يمكن 10 عائلات الشيء يرحم ولادك مزال عنك مزال عنك. هذا يونس من سكرة عاطي 1000 دينار. لا هذا 1000 دينار ميتك كل يوم رسميا يلزمهم ياخذوا 4 زرار كل يوم رسميا صباح زوز في الليل زوز. اصلا ما عادش لاقيين من باش يدبوا راهم طابوا. راني انا ولا وما عنديش كاني لكنا نرمي المطعى ونولي حتى بحبك بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي اعملوا لي حل صغار حق الدواء يتكلف على الاخر الحاجه وسيله من بنجرت على رحمه زوجها ربي يرحمه وينامه بعثة 2000 دينار 2000 دينار لله ربي يرحمه تفضلي لله ويبقى عليك الخير ويبقى عليك الستر. ربي يفضلكم انتم ربي يفضلكم ربي يفضلكم مسا ربي يا مرجع عيو شاف النقطه هذيا مسا يا ربي اشفيني ولادي يا ربي والله حبيت تبكي والله والله اللي حبيت تبكي والله والله صدقني قلبي وجعني بس انا من كثر الدمار اللي نشوف فيه حتى دموع شيخ وما عادش فاهمه. ربي يفضلكم ويكثر خيركم ويمسككم ربي يشفيك وان شاء الله نجيك مره جايه نلقاك بارك الله عليك وما شاء الله عليك باهي ونعملوا طرح تكوير انا وياك. اخوتي تغلبني خاطر انا من عشان كوراني متفقين عاش ولدي الغالي.